Thank you اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج حديث الساحل. في حلقه هذا الاسبوع لدينا مواضيع متعدده ولاننا نتابع بعض الملفات منذ الزمن وتطوراتها لحظه بلحظه لكي نضعكم في تفاصيل مهمه ترتبط بالمشهد اليمني بشكل عام في برنامج حديث الساحل فاننا سنبدا حلقتنا هذا الاسبوع. بالموضوع الاحدث، الموضوع الذي لم ينتهي بعد، موضوع الاسرى اليمنيين لدى كل طرف من اطراف الصراع داخل اليمن. الجديد في الموضوع طبعا في شهر رمضان تم مفاوضات وتوصل الناس الى اتفاقات وتم تنفيذها. كمرحلة كانت حاسمة ومهمة من مراحل هذا الملف والتفاوض فيه، وتم الاتفاق انه يلتقوا بعد العيد وفد الحكومة ووفد الميليشيات الحوثية في الأردن من أجل استكمال الإفراج أو التفاهم حول الإفراج استكمال الإفراج عن بقية الأسرى. طبعا في الاتفاق السابق عشان بس أذكركم كان الاتفاق أنه لجنه من الطرفين كل طرف يشكل لجنه لتقوم مع الصليب الاحمر الدولي ومع ممثلين للامم المتحده بزياره سجون الطرف الاخر الميليشيات الحوثيه في المره السابقه عرقلت هذا الامر وهذه الخطوه حقيقه وهنا نشير الى انه هناك دائما حديث عندما نفتح ملف الاسره في الاعلام هناك دائما حديث عن المخفيين قسرا وهناك حديث عن الاسره اللي ما دخلوش في هذه الكشوفات زي اسره حجور ومناطق اخرى كان فيها مواجهات عسكريه مع الميليشيات الحوثيه وقامت هذه الميليشيات بخطف واسر عدد كبير من الناس، هؤلاء لم يدخلوا ضمن كشوفات التبادل وربما غير مسجلين في هذه الكشوفات على الاقل الكشوفات اللي لدى الشرعيه او الحكومه الشرعيه. عموما نرجع للجديد في هذا الملف وهو أن الوفد الحكومي التقى مع وفد الميليشيات الحوثية في عمان في الأيام السابقة وكانت جلسة مشاورات مش مفاوضات ولكن جلسة مشاورات كان أبرز ما فيها هو الحديث عن أن يدخل السياسي محمد قحطان ضمن صفقة التبادل المحتملة بعد العيد وضمن أيضا عدد آخر من الأسرة يتم الإفراج عنهم هذا هو العنوان الأبرز في الاجتماع الأخير والمشاورة الأخيرة التي استضافتها العاصمة الأردنية عمان و وفي هذا الاطار خصنا وخص برنامج حديث الساحل الاخ وكيل وزاره حقوق الانسان وعضو الوفد الحكومي المفاوض الاستاذ ماجد فضائل بتسجيل خاص بالبرنامج نستمع من خلاله الى بعض التفاصيل في هذا الملف، تفاصيل جديده وفق ما توصل اليه الفريقان في المفاوضات الاخيره قبل ايام، خلونا نسمع. اسعد الله مساكم يا سيدي انتهت الجوله الثامنه في ايجابيه وكانت هنالك تقدمات ومقترحات ايجابيه اتفق بين الاطراف على ان ترفع هذه المقترحات الى القياده القياده السياسيه للموافقه على الافضل منها جميع المقترحات التي قدمت تحتوي على العقبه الاساسيه التي كانت او حالة دون أه تقدم في الزيارات او في الجوله التبادل السابق وهو آه الافراج عن السياسي المختطف الاستاذ محمد قحطان وافق الحوثيين على عمليه تبادله وهذه طبعا اذا صدقوا كانت لديهم جدية في ذلك آه سوف تحل عقبه كبيره جدا وسوف تكون هنالك الكثير من التبادلات آه على قاعده الكل مقابل الكل حتى يتم تصفير السجون والمعتقلات آه حقيقه لدينا كانت توجيهات اساسيه وواضحه وصريحه من قيادة من السياسيه ممثله بمجلس القياده الرئاسي و فخامة رئيس المجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي حول التعامل مع هذا الملف الإنسانية كاملة التعامل مع هذا الملف بجدية ومسؤولية والتزام كبير العمل على إخراج الجميع بدون تمييز أو انتقائية بأي شكل كانت والمضي قدما على أساس الكل مقابل الكل أتمنى أن تكون هنالك الجولة القادمة التي اتفق على أن تكون بعد العيد مباشرة أتمنى أن تكون ناجحة وتكون لديه يعني هنالك يعني ثمار كبيره جدا بحيث يتم ادخال الفرحه والسرور الى اسر وذوي وذوي المعتقلين والاسرى والمختطفين لان حقيقه في هذه المفاوضات لا يوجد منتصر الا اهالي وذوي الاسرى لا يوجد هناك طرف خاسر طرف منتصر المنتصر الوحيد هم اهالي هؤلاء الأسرى الذين يتغيبون لسنين في غياهب السجون والمعتقلات لهذه الميليشيا الحوثية. زي ما سمعنا الاستاذ ماجد فضائل وانا شخصيا اشكره ل لأ يعني لانه متعاون مع البرنامج في تواصلنا معه من اجل ان يقدم لنا ولجمهور حديث الساحل تفاصيل حصريه عبر برنامج حديث الساحل في هذا الملف الانساني البحت الملف الانساني اللي مفروض انه يعني يكون التسارع فيه كبيرة أو أكثر من مما هو عليها الحال الآن ولكن احنا عارفين أنه طبيعة المفاوضات وطبيعة الحروب وطبيعة أيضا الذهاب إلى الحديث عن مباحثات السلام شاملة خط طريق طويل وصعوبات وعراقيل كثيرة تأتي في هذا الطريق الصعب ولكن نشجع على أي خطوة في هذا الجانب اليمنيون يريدون أن يصلوا إلى حل يضمن إطلاق كل الأسرة ويضمن انتهاء هذه الحرب وعودة الدولة والجمهورية والمؤسسات وعودة الناس إلى بيوتهم ومنازلهم وفق قواعد سلام شاملة وحقيقية إذا هذا الملف مستمر وفي تقديري وتقدير كثير من المتابعين حقيقة أنه ملف الأسرة ربما من الملفات أيضا رغم البطء اللي فيه لكن هو من الملفات اللي تم فيها إنجاز شيء يعني في ملفات اخرى ما زالت فيها الامور عالقه مثل ملف الحصار الميليشيات الحوثيه لا زالت تحاصر تعز وعدد كبير من المناطق ولا تريد ان تقدم تنازلات في جانب فك الطرقات وتسهيل مرور الناس والبضائع من الطرقات الطبيعيه في بعض المحافظات وابرزها تعز وايضا الحديده طريق الحيس الجراحي هذا الملف متوقف هناك تعنت واضح للميليشيات الحوثيه في هذا الجانب، رغم استعداد الطرف الحكومي والمقاومه المشتركه في الساحل الغربي في فتح هذه الطرقات، وفعلا لقد تم فتح هذه الطرقات. انما في ملف الاسرى ممتاز كويس انه في رمضان تم الافراج عن عدد لا باس به من الاسرى، نريد ايضا أن نسمع أخبار تبشر أسر الأسرى والمفقودين والمخفيين قسرا وأن يشعر تشعر الميليشيات الحوثية بهذا الجانب الإنساني وتقدم تنازلات في هذا الإطار خاصة أن ملفات أخرى ومنها الملف الاقتصادي تم تقديم تنازلات كبيرة للحوثيين في هذا الجانب وتم الآن ميناء الحديدة مفتوح على مصراعيه لكل البضائع دون تفتيش وايضا مطار صنعاء يتم تتم فيها الرحلات بشكل جيد واخرها رحلات الى الحرمين الشريفين للحجاج لاداء مناسك الحج هذه البوادر طيبه في كل الاحوال ولكن على الحوثي ايضا مقابلها ان يقدم تنازلات وان يقدم للشعب اليمني ما يدل على انه يريد ان يذهب في طريق السلام بنوايا خيره. ساتوقف هنا مشاهدينا الاعزاء مع فاصل ومن ثم اعود لنستكمل موضوعاتنا في حلقه هذا الاسبوع من برنامج حديث الساحل فلا تذهبوا بعيدا. اهلا بكم جديد مطار المخا الدولي هذا العنوان دائما مشرق وهو فرصه لان يشكر اليمنيون كل الداعمين لهذا المشروع وغيره من المشاريع الكبيره في الساحل الغربي تحيه لدوله الامارات العربيه المتحده ولشخص العميد طارق صالح والمقاومه الوطنيه والخليه الانسانيه كل هؤلاء الناس وكل هذه الجهات سبب رئيسي بعد الله سبحانه وتعالى في ان تتحقق مثل هذه المشاريع على الارض. ملف المطار ايضا من الملفات اللي في حديث الساحل نتابع باستمرار التفاصيل الجديده انه في انشاءات جديده تم الانتهاء من تنفيذها. هندسيا واصبحت جاهزه في هذه المرحله وهناك استعداد لمرحله التجهيزات الفنيه الاخرى لاستقبال الطيران التجاري من اي مكان في العالم وصولا الى اليمن عبر مطار المخا الدولي، نقله كبيره ونقله جميله وسوف تعود بالخير على كل اليمنيين وايضا على اهلنا في الساحل الغربي وفي المخا. متنفس رئاسه يتنفس منها الجميع في مطار المخاء الدولي هناك عنوان كبير للانجاز وعنوان كبير لكل الجهود التي الجهود الوطنيه التي تبذل من قبل المقاومه الوطنيه في انجاز مثل هذه المشاريع. برنامج حدث الساحل ذهب الى المطار وزي ما بتلاحظوا معي في الصور هذه الصور الصالة، صالة مطار المخاء الدولي، والتجهيزات، المبنى الآن أصبح جاهز وفق المواصفات الدولية. التقينا بمدير عام المطار الأستاذ خالد عبد اللطيف، وضعنا فيه صورة بعض التفاصيل اللي حابين نقدمها لكم في حلقة هذا الأسبوع، نتابع ما الذي قاله مدير مطار المخاء الدولي الأستاذ خالد عبد اللطيف في تصريح خاص لبرنامج حديث الساحل. نحن الآن كما تشاهدون في اعتاب المرحلة الأخيرة من الأعمال الإنشائية وبالنسبة لصالة المطار والبرج والمدرج وإن شاء الله فنحن الآن قادمون على مرحلة الثانية وهي مرحلة تجهيزات معدات الطيران والملاحة الجوية وكل ما يتعلق بأعمال الطيران حتى نستطيع أن نستقبل الطيران التجاري الذي يخدم المواطن اليمني من أقصاه إلى أقصاه وفي هذه المناسبه اود ان اشكر العميد طارق محمد عبد الله صالح على ما يقوم به من دعم وتمويل واشراف ومتابعه في اعمال المطار وكذلك نشكر كل من تعاون معنا في الهيئه العامه للطيران المدني ووزاره النقل ونتمنى واوجه رساله هنا الى حكومه الجمهوريه اليمنيه والى رئيس مجلس الوزراء ان يعمل جاهدا على دعم المطار لان الدعم الان ليس لنا من الحكومه اي شيء وكل الدعم ما نتلقاه هو الان من العميد طارق ومتابعه واشراف وتمويل وهنا ان شاء الله نزف قريبا لابناء شعبنا اليمني العظيم، الافتتاح الرسمي قريبا باذن الله للمطار المخاء لجميع ابناء وطننا الحبيب الغالي. ايضا ما زال لدينا تفاصيل حول هذا الموضوع، هذه التفاصيل يعني يقدمها لنا وهي في تفاصيل فنية هندسية يقدمها يقدمها لنا مهندس مشاريع مطار المخا الدولي المهندس سليم البدوي حول ما الذي تم ما الذي تبقى من الناحيه الفنيه والهندسيه من اجل انه تكتمل الصوره امامكم في ما يخص الجديد في ملف مطار المخا الدولي فخلونا نسمع ما الذي قاله المهندس سليم البدوي في هذه الجزئيه تم الانتهاء من تجهيز الموقع العام للصاله من الشوارع والتشجير والمرافق الخاصه بغرف الحراسه والبوابات الرئيسيه، صاله المغادره، صاله الوصول، صاله الفي اي بي، صاله اماكن دخول وخروج الحقائب واستلام الحقائب وتفتيش جمارك كل اقسام الصالة متواجد ومتوفرة وفقا للمواصفات الدولية اللي هي للمنشآت والمطارات العالمية. نحن الآن في صد التشطيبات نهائية لتسليم الصالة ب خلال أقرب وقت إن شاء الله. إذا مشاهدينا الكرام مطار المخا الدولي في الطريق إلى استكمال كل الخدمات بمشيئة الله تعالى العمل شغال والتنمية شغالة فيه والمشاريع شغالة فيه. مش هذا بس مطار المخا الدولي اللي ممكن يكون إشارة على طبيعة الوضع المستقر داخل الساحل الغربي وهو رد واضح أيضا لكل الشائعات ولكل المغرضين اللي حابين دائما مش عاجبهم أن يكون في استقرار في الساحل الغربي وقوى ظلامية تخدم الميليشيات الحوثية دائما تتحدث أو تريد أن يظل أو يظل الناس فاهمين أن الساحل الغربي غير مستقر هذه المشاريع ونحن نقدمها من خلال برنامج حديث الساحل نقول من خلالها الاستقرار مهم ودعم الاستقرار مهم والساحل الغربي مستقر بمنظومة جهود كبيرة من الناس أهلنا في الساحل الغربي وتهامة عموما بوعيهم بحاجتهم إلى الاستقرار بحاجتهم إلى التنمية بحمايتهم لهذه المشاريع وأيضا بوعي المقاومة الوطنية والسلطات المحلية بدورها في هذه المرحلة وفي هذه المنطقة, المنطقة والجغرافيا من بلادنا اليمن الكبير هناك مشروع آخر سوف نذهب إليه يحمل عناوين بنفس الألق طريق الكدحة طريق فك الحصار عن تعز رئة أخرى سيتنفس بها اليمنيون في الساحل الغربي أيضا وهي فرصة ولشكر مستحق للعميد طارق صالح الذي يتابع حثيثا كل يوم آه تفاصيل هذا المشروع وغيره من المشاريع الكبيرة في الساحل الغربي وشكر مستحق لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعمهم وتمويلهم لمثل هذه المشاريع الكبيرة التي تخدم اليمنيين في هذه المنطقة. طريق الكدحه اول 500 متر اسفلت واحنا دائما بنتابع هذا الملف في حديث الساحل ايضا ونضعكم اليوم في صوره تفاصيل جديده زرنا المنطقه وزي ما انتم هذه الصور والفيديوهات وهذه الماده المعروضه الطريق الاسفلتي الحمد لله اول 500 متر اصبحت جاهزه المشاريع في المقاطع الاخرى للطريق شغاله ولا تتوقف رغم كل التحديات الانجاز موجود بفضل الله سبحانه وتعالى وبمتابعه العميد الطارق وقوات المقاومه الوطنيه والخليه الانسانيه وبالتمويل العربي الذي يعني آه اللافت للاهتمام من دوله الامارات العربيه المتحده. دعونا نستمع الى الناس آه الذين التقينا بهم في طريق الكدحة البيرين تعز ونرجع مرة ثانية نعلق على بعض التفاصيل دشنا عملية الزفلة هنا في ارتياح كبير من المواطنين اللي يعملوا الزفلة هنا آه الخطة الأولى خطة آلية أعمال طبقة الزفلت ثلاثة كيلو لازم نستهدفها قبل عيد الأضحى المبارك لتخفيف المعاناة المسافرين ونزولهم إلى قضاء جازة العيد في الساحل في الساحل الغربي نحن هنا في المنفذ الغربي أيضا في طريق الكتحة تعز آه بدأ المرحلة البيس كورس إلى سبعة كيلو سوف تكون متواصل أعمال الامسي والإسفلت خلال الشهر المقبل آه ال الاستهداف نقطة الاستهداف آه هي سبعة كيلو لمدة, لمدة شهر ونصف من اليوم س سنة ستتم عملية الزفلتة لمدة شهر ونصف من اليوم أيضا في المقطع الآخر نحن لدينا أعمال إنشائية تحدثنا عليها هنا في قناتكم كثيرا اعمال انشائيه كبيره منها 68 عباره اليوم انجز ما يقارب 44 عباره نحن نعمل في الشق الاخر انتهينا من اعمال القطع ب 100% انتهينا من اعمال الطبقات الاولى في الردم لدينا طبقات الساب جريد طبقات البيس كورس انتهينا لما يقارب 8 كيلو اليوم احنا في البيس كورس آه العملية عمليه سوف تستمر تستمر لنهايه المشروع ربما ان سوف يكون هناك استلام ابتدائي للمشروع في مما يقارب بعد انتهاء البرنامج الزمني المقرر لهذا المشروع هذا الانجاز العظيم الذي يعتبر انجاز لفك الحصار عن محافظة تعز انا كصحفي من ابناء محافظة مأرب ارض النفط والغاز والكهرباء للأسف حتى بوابة حقول صافر لم يتم ترجيع الطريق آه وترصيص آه او آه طبقات الاسفلت في حقول صافر الان هنا في آه طريق الكدح البيرين كان يسافر المسافر من مخا الى محافظه تعز من السادسه صباحا حتى السادسه المغرب الان من آه من مدينه المخا الساحليه الى مدينه تعز ثلاث ساعات ساعتين ونصف هذا بفضل الله ثم رعايه من العميد طارق حفظه الله ورعاه ثم لا ننسى الشكر الجزيل للأخوة الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على الدعم السخي الذي تقوم به دولة الأشقاء الإمارات العربية المتحدة كنا والله نسافر الصباح الساعة سبعة نصل المدينة الساعة ستة المغرب سبع المغرب الآن الحمد لله أنا ساعتين نوصل نقطع طيب بثلاث ساعات بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهود العميد طارق عبد الله محمد عبد الله صالح حصل الخط هذا والله ارتاح المواطن وكان المواطن يسافر يوم ان المخايل لا تعز للحين ساعتين الان قدوب تعز وهذا يخفف من معاناه المواطنين بالرغم من الحصار ولا ابتكر الخط هذا الحمد لله بفضل الله ثم بفضل العميد طارق حفظه الله والامور ان شاء الله بتحسن زي ما سمعنا التفاصيل من المهندسين ومن المواطنين وانطباعاتهم وقد وصل الطريق الى هذه المرحلة. مزيد من الجهود، مزيد من التشجيع، ايضا الجميع يجب ان يكون حاضر بالتعاون و كل جهد ممكن ان يبذل من اجل انجاح مثل هذه المشاريع والحفاظ على ديمومتها واستمرارها. هنا يبقى سؤال مهم. الحكومة لابد ان تكون حاضرة. الحكومة لابد ان تكون حاضرة في مثل هذه المشاريع الكبيرة، ما ينفعش بس نجلس نتفرج انه لا العميد طارق موجود ولا دولة الامارات موجودة ولا فين السلطة المحلية اصلا كل هذه المشاريع هي من اجل تعزيز حضور الدولة وتعزيز دور السلطات المحلية اتحدث هنا واتمنى ان يكون الاستاذ نبيل شمسان بيسمعنا وايضا الاخ رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك بيسمعنا لانه الحكومة ما ينفعش تدعم في هذا الامور هذه مشاريع كبيرة لا بد أن تكون حاضرة فيها ولمساتها موجودة فيها مش بس ايام الافتتاح او ايام التدشين لا لا بد ان تكون ايام التنفيذ موجوده ويكون في دعم ساعدوا الناس في الساحل الغربي من اجل ان تستكمل مثل هذه المشاريع الكبيره اخيرا ملمح نختتم به برنامجنا ملمح ايضا ايجابي وهو المخيمات الصيفيه والمراكز الصيفيه للشباب اللافت في هذه المخيمات لهذا العام انه تعددت في داخلها التفاصيل لتصل الى انه تدريب وتاهيل بحيث انه الشاب اللي داخل في هذه المراكز الصيفيه والمخيمات الصيفيه مش بس بيقضي وقت فراغ للتسليه والترفيه لكن لا، بيخرج منها بحرفه، بمهاره، بعمل معين، يعني هذا العام في دورات متخصصه لصيانه الجوال. وهنا أيضا في هذا العام موجود دعم للموهوبين في فنون الرسم ودعم سيكون مستمر وأيضا هناك تعليم للخط المسنة تم أولا. عمل دوره لمدرسين وبالتالي المدرسين انتشروا في هذه المراكز وعلموا الشباب الخط المسند الخط المسند هو جزئيه ضمن جزئيات العمل على تنميه الانتماء الوطني ونعرف تاريخنا اليمني ونعرف ايضا الخط المسند المرتبط بالحضاره اليمنيه الموغله في القدم عدد اخر من المهارات اكتسبها الشباب في هذه المخيمات وهذه المراكز الصيفيه بشكل كبير بشكل جميل سيخرج معهم مهارات متطوره معارف اكثر دروس تقويه في ما يتعلق بالمنهج الدراسي ترفيه رياضه كل هذه الاعمال وكل هذه الانشطه آه تمت وتتم في هذه المخيمات اللي بيدعمها شخصيا ويمولها العميد طارق صالح قائد المقاومه الوطنيه، رئيس المكتب السياسي ونائب رئيس مجلس القياده الرئاسي. آه شكرا لكل الذين بذلوا جهود لانجاح هذه الفعاليه، تحيه باسم حديث الساحل آه لكل الذين يبذلون الجهود ولكل اهلنا وابنائنا اللي شاركوا ويشاركوا في هذه المخيمات في موزع حتى في قعطبة المكتب السياسي ايضا الاستاذ كامل الخوداني رئيس المكتب هناك والزملاء ايضا نفذوا مخيمات صيفيه ومراكز صيفيه جميله ورائعه في موزع في المخا في حيس في ايضا كثير في مدينه تعز نفسها وفي الوازعيه وفي الخوخه، كل مدن الساحل ايضا ذباب وباب المندب، كل مدن الساحل الغربي شهدت هذه الفعاليه الشبابيه الصيفيه الاستثنائيه. في الاسبوع القادم معنا مواضيع كثيره ومتنوعه ان شاء الله من الساحل الغربي والى ذلك الوقت استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله، الى اللقاء.